على فين في نص الليل يا زينب بنت الاصول يا ام العيال؟ يلا على ذمه راجل، مين اللي سمح لك تطلع مع راجل غريب؟ انا برضك غريب رشاد. اخرس انت يا كلب، حسابي معاك بعدين. قدامي يا واطيه، بعد يدك عني. يد دي اللي هتربيكي وتقطع لحمك قطيع. اللي بتعمله ده مش رجوله يا رشاد، انت مش عارف حاجه. اسمعني وانت تفهم. انت اللي هتعلمني الرجوله يا كلب. غور من اشلتك. اقتل رشاد، انت فاكرني فار هيهرب؟ انا ما بخافش من الموت وانت عارف. اقتل اقتل رشاد. انت فاكرني اخاف يا كلب؟ كابوس ولا ايه؟ كابوس يا حاج، كابوس. استر يا رب، استر يا رب. خدي شرابي. تسلم يدك. كتر خيرك. حلمت بيه؟ ما تاخدش في بالك، شو هتعرفتك دي؟ انت كانك ما نمتش ولا ايه؟ كنت براجع شوية مستندات تخص الشغل. ايه بتدوري على ايه؟ بدور على المحمول. ها قوي، هاتوا يا حاج هاتوا، اطمن على العيال. ما تحطيش في بالك، وانت اول واحده يجي لها كابوس ولا ايه؟ معلش يا حاج، قلبي وكلني عليهم. هتشغلي نفسك وتشغلي العيال اوانطه. عشان خاطر ربنا يا حاج ريحني. تفضل يا ستي. كتر خيرك. مين؟ أنا صلاح أبوي. كنت عاوزك في كلمتين. إيه؟ رشاد ضرب حسن برصاص. خلاص روح 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 أنت. تسلم يدك يا دكتور، يدك فيها الشفاء. الحمد لله عدت على خير، وتبقاش تلعب بالبندقية تاني. أنا لا لعبت بيها ولا جربت لها دكتور. خمس دقايق بكتير يا جماعة، وتسيبوه يرتاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامتك يا حسن يا أخوي. الله يسلمك يا راشد. الحمد لله إنها جت في راجل واعر زي حسان. الرصاصة خافت منه وما خدتش في يد الدكتور غلوة. انت لسه مصمم برضو ان غفير الشونة كان بينظف البندقية والرصاصة خرجت منها؟ سعادتك بيه، ما الغفير قدامك اهو، اسأله بنفسك. انا ما بسألكش انت يا راشد. قول للبيه يا عمران ايه اللي حصل. زي ما حسان قال يا سعادة البيه، بنظف البندقية او حسان قاعد مع الحاج حمدي، الطلقة طلعت منها. يعني مش رشاد هو اللي ضرب النار على حسان؟ رشاد وحسان هيضربوا بعض ليه يا باشا؟ دول عيلة واحدة. بعدين يا سعادة البيه، الناس بتهرفض كتير بكلام ملوش لازمة، عايزين يعملوا بالحبة ببة. ايه رأيك في الكلام ده يا عمدة؟ اديك سمعت الكلام اهو يا باشا. انا مش عارف هنفضل في الجهل ده لحد امتى. وعادي حضرة الظابط، هتكبر الموضوع ليه؟ حسان ورشاد ولاد عم، مش بس ولاد عم، ده زي الاخوات. مش كده يا حسان؟ كده كده يا بنت عمي. ورشاد ليه ما جاش بنفسه يطمن على اخوه؟ رشاد ومرته لساهم ماشيين من المستشفى. والد اخو مرته جات له ازاي؟ ده بعيد عنك. وحجزوه هنا في المستشفى. فعلا يا باشا، انا شفت ده ولسه شايف دلوق رشاد ومرته طالعين. انا عايز رشاد وست حمدية بكرة يا عمدة. حاضر يا باشا. انا ما جالي مرسال وجالي والد سليم بيموت، عقلي شت مني فجريت، خدت بعضي وجريت وحسان جري ورايا. كنت بعتيل وانا كنت اتصرف. يا رشاد يا ولدي،
البني آدم في الظروف دي عقله بيتلخبط، والحاجة اللي بتطق في دماغه بيعملها على طول. حمدية عندها حق، وقدر الله وما شاء فعل. ونعمة بالله يا بنتي، والحمد لله إنها جت على كد جديد. أنا ماشي، أبويا تعبان وما قدرش أسيبه لوحده أكتر من جديد بالإذن. تمشي فين؟ أنت مش هتتنقلي من هنا. رشاد، ما ينفعش اللي أنت بتعمله ليه؟ يعني يا أبوي أسيبها تتصرف من دماغها؟ معلش يا أخوي، سيبها تروح لأبوها، ما ينفعش تجي على البيت كده، ده حتى عيب في حقك. اسمع كلام يا رشاد وكفاية اللي حصل. ماشي يا أبوي، قدام أوصلك. لا، ركبت معاك العربية بس عشان ما حدش يحس بحاجة، كان أحروح واحد. خلاص خلاص يا رشاد، خليك أنت مستريح، هوصلها أنا وأزهار وإحنا في طريقنا. ده مش هيحصل، أنا عارفة طريقي زين، وإحنا كمان مش هنسيبك تمشي لوحدك وش الفاش. خلاص يا زهار، أنا هوصلها، يلا أم علي. حمدي. نعم يا حاج. لو سألك الظابط يا بنتي تبقي تقولي؟ ما تكمليش مرت عمي، تخافيش إحنا دم واحد. معلش يا أخوي، طول بالك. والله يا أخوي حمدية بنت حلال، هي صحيح راسها ناشفة بس والله قلبها أبيض، بعدين لازم يا أخوي تستحملها، أنت عارف إنها بنت عمك مش غريبة. ناشفة عاد ما ناشفاش، هي حرة في نفسها. يعني إيه معنى كلامك دي يا أخوي؟ هطلقها يا أزهار. تطلقها؟ يا مرارك الطفح يا أزهار، يعني عايز تخرب بيتك بيدك يا أخوي؟ هي اللي زنت على خرابه، بس مش ممكن اطلقها وهي برا البيت عشان ما تبقاش مشيت كلمتها علي. طب وعيالك يا حبيبي؟ فكر فيهم، ذنبهم ايه عاد؟ مالهم عيالي؟ ان شاء الله هيتربوا يبقوا احسن من ايتها حد. هي فاكره انها تقدر تكسرني عشان العيال؟ لا، نجوم السما اقرب لها. والله يا اخوي انت بختك قليل في الدنيا دي، على طول في مشاكل انت ومرتك دي. قليل عاد ولا كتير يا زهر، ما حدش بياخد اكتر من نصيبه. أنا هقوم أمشي، جوزك اتأخر. لا، جوزي زمانه جاي. اقعد يا أخوي، اقعد تغدى معانا بعد نروح. لا، مش هنقدر نتغدى، وبعدين في ناس جايين لي دلوقتي في الشونة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. روحي يا حبيبي، ربنا يوفقك ويهدي لك مرضك دي ولا عفرتها. عايز نرجع للرشاد؟ أنت اللي بتقولك ده يا أبوي؟ معلش يا حمدي، للضرورة أحكام يا بنتي. بعدين كبار البلد اتدخلوا، عمك حمدي يبقى والد عمي، ما ينفعش نعادوا بعضينا، الناس تضحك علينا. لا يا حمدي. لا ده انا كده الموت يبقى عندي اهون، الموت يبقى اهون من رجوع لرشاد يا ابوي. انا عارف يا بنتي انه حازز في نفسك قوي ان رشاد اتخلى عن طرسه ليه. حازز في نفسي بس، ده انا مصدومه مكويه. وعارف كمان يا حمدية يا بنتي انك مش ممكن تكرهي رشاد، واكيد لسه بتعزيه. والله بكره وما بكرهوش، المهم مش هرجع له وخلاص. لا لا يا حمدية، مش هي دي الطريقة يا بنت اللي تلوي بيها دراعه عشان ياخد بطار اخوكي. وبعدين انا راجعت نفسي وقلت يمكن يبقى معذور. معذور في ايه؟ ما يا بنتي ما ينفعش ان هو يعاد ابوه واخواته، ما ينفعش يا بنتي. وبعدين يا حمدية احنا مش عاوزين نعمل حوالينا شوشرة. شوشرة؟ شوشرة كيف يعني؟ يعني اللي بيعمل يا حمدية ما بيقولش، واللي بيقول ما بيعملش. فهمتك يابا، بس انا كده ارجع وانا متضررة. معلش يا حمدية بنتي، تعالي على نفسك شوية وتحملي لغاية ما ننفذ اللي في دماغنا، وساعتها حمدي وعياله هيحسوا انهم زغلوا نفسهم قدامنا. والله بقى لي لازم اتعبك دي يا شربات. ايه اللي بتقوليه ده يا منور؟ يعني انا هتعب لعز منك؟ يا حبيبتي كفايه عليك شغل البيت، يعني انا هتعب لما انضف اوضتي؟
كلكم وتنظيف اوضتكم، دي على قلبي زي العسل. لعاد عشان باخد ودي معاكي في الكلام، يا ام لسان بينجد سكر. الله يجبر بخاطرك، ده انت اللي كلامك زي العسل يا حبيبتي. الحاج المحمول. المحمول يا ست الكل. هاتي يا حبيبتي. الو هاي شهد، فينك يا روحي؟ مش جايه لانك جايه؟ ما جيتيش ليه؟